راح ننتقل إلى مجموعة الإيقاعات المصرية. نبدأ بالإيقاع الأول اللي هو المصمودي. المصري رامبا المصري 2 السماي البامبي إيقاع البامبي الاورينتال ميكس. نشوف الاورينتال ميكس شو عاملين فيه. المقسوم المصري نسمع الصعيدي المصري 1 حلو جميل جدا. الباقة المصرية جميلة جدا. نسمع الصعيدي مصري 2
لف الأيوبي، نسمع اللف الأيوبي. نستمع إلى المقسوم، شو السرايا، يلا نسمع المقسوم السرايا. المهرجان، المهرجان بيكون جميل جدا، نسمع المهرجان رقم واحد. نسمع المهرجان رقم 2. نسمع هذا إيقاع جديد اسمه المولد، نسمع المولد كيف شغله. حلو، هاي الايقاعات المصرية خلصناها كلها، وإن شاء الله يكون يعني الفيديو عجبكم، واسمحوا لي إذا كان الصوت يعني مش يعني واضح أو شيء، أنا هذا اللي قدرت أسويه من الأجهزة للأصوات.